السلام عليكم خوتي اخواتاتي، دايرين كلشي مزيان؟ لاباس عليكم؟ صحه لاباس؟ الحمد لله، الله يبارك فيكم. تحياتي لكم جميعا اخوان واخوات. الفيديو اليوم ان شاء الله نحاول نديرو شويه الطبيعه، اللي غادي نحاول ما نخليوش القناه من تحط فيها هذا الفيديو اليوم ان شاء الله. كنشكركم اخوان واخوات على الدعم ديالكم لا مشروط، المتابعه ديالكم، المهم الناس اللي كيخليو لنا كومونتيرات مشكورين. كما يكون سواء تعليق سواء مزيان سواء ما مزيانش، ماشي مشكل، المهم هو يخلي لنا كومونتير. والناس اللي كيعجبهم المحتوى مرحبا بهم، واللي ما كيعجبهمش المحتوى حتى هما مرحبا بهم يا اخوان. معكم اللي ماشي، بالنسبه للناس اللي ما تعرفونيش، عبد الغني الشريفي صاحب قناه اسواق ماشي المغرب. المهم دائما كيعطيكم الجديد ودائما معاكم. والمهم كنشكركم على الثقه اللي وضعتوا فينا وعلى التتبع ديالكم ديما. تحياتي لكم كبيره اخوان في مكتو في المغرب، من طنجة حتى للقويرة، ولا خارج المغرب من اسبانيا حتى الاخير بقاع العالم، الناس تاع اوروبا، امريكا، افريقيا، استراليا، ايرلندا، مهم امريكا الجنوبيه، كاع الناس اللي كيتابعونا، الاخوان ديال اسيا، ديال الامارات، السعوديه، قطر، اخوان العرب، الجزائر، تونس، ليبيا، مصر. المهم مرحبا بجميع الاخوان وتحياتي لكم كبيره، نهاركم مبروك، ونتمنى ان شاء الله ديما نعطيكم جديد ودائما الدعم ديالكم يا اخوان. نحن بكم باش مستمرين ان شاء الله، وبالتتبع ديالكم والتعليقات ديالكم والثقه ديالكم اللي وضعتوا فينا، دائما نحاول نعطيكم جديد. تحياتي لكم كبيره ونهاركم مبروك. تحياتي لكل اصحاب قنوات اللي كدير هادشي ديال الاسواق وهادشي، تحيه للاصدقاء ديالنا كاملين، الزيتون مرجان، بيع وشراء الدواجن عند يوسف، حولي صديق راقرا، حولي صديق العدس راغنا، حولي صديق قناه الكسيبه، كساب الصغير اللي هو سعيد هو درويش الله يعمر داه. المهم كاين بزاف تاع الدراري اللي نسيتو، يوسف هو الصديق ديالنا، مزرعة الحريزي الأغنام هو الصديق ديالنا، الدراري كاملين إخوان الأصدقاء ديالنا، الله يعاونهم والله ييسر كل واحد فيهم. دراوش هما كيتقاتلو باش يجيبولكم يوصلو ليكم أخبار تاع السوق، كنتمنى كلشي يتعاون معاه بالسبب بيع وشراية، نتمنى يعطيهم أثمنة حقيقية. الأصدقاء ديالنا تا هما كنتواصلو معاه، كل واحد عنده مشاكل الظروف ديالو، نتمنى لهم التوفيق جميعا، كما نتمنى ليك انت انتوما التوفيق جميعا، نتمناو ليه انتوما ان شاء الله الخير والبركه لكل شيء، كل شيء ان شاء الله يربح. اش غادي نقول لك، كنا الحمد لله دازت منا واحد نزلة البلد، ولكن دابا الحمد لله بخير، رجعنا ليكم بسلام، كنعطيكم جديد، ما عليكم الا تدعمونا، والدعم ديالكم اخبار لا مشروط. صراحة كتفرحونا بهداك الشيء اللي كنشوف، ملي تشوف المشاهدات طالعة وهداك الشيء، ملي الفيديو كيطلع زوين وكيعجبك، كيعجبنا الحال حنا وكنفرحو. المهم من باش ما نطولش عليكم بزاف يا اخوان، خليونا جيم، خليونا كومونتير، خليونا تعليقات، اللي عندو شي ملاحظة، انتم يا اخوان الله يجازيكم الخير، اللي عندو شي ملاحظة خليها لينا، واللي عندو شي تساؤل يخليه لينا، واللي عنده شي اي حاجه اللي بغى ديديكاس خلي لنا سوا كومونتير، نديرو ليه ديديكاس لاي واحد، حنا كنديرو ديديكاس لكلشي، كلشي نبغيو يكون مرتاح. تحياتي لكم الاخوان كبيره، الله يكمل بالخير علينا وعليكم ان شاء الله، اللهم بارك بارك راكم تما.
المهم اصدقاء، كان واحد الصديق ديالنا طلب مني باش نصور ليه هنايا في النواحي تاع السطات، يعني في قريب السطات فين كنسكن انا، فين التواجد ديال المقر السكن ديالي. قال لي صيب لي الشارع تاع 50. ها هو خويا الشارع تاع 50، بالنسبه للصديق ديالنا اللي كان طلب مني نصور ليه الشارع 50، ها هو الشارع تاع 50 راه هو هذا. المهم الصديق ديالنا نتمنوا نكونوا قربناك شويه. وبالنسبه للناس اللي كتعشق الطبيعه، هنا في الجوانب زعما الهوامش تاع 16 جانب ديالها، ما كاينش الطبيعه بزاف. هادشي اللي كاين ان شاء الله حنا غادي نبارطاجيو معكم انتم كتشوفوا. المهم على العموم كاين نوار، كاين شويه داكشي. المهم مراكم عزاز اخوان، ولي لايك ديالكم تاهما تعجبونا. المهم قد ما عطيت لي جيم، قد ما كنعطيكم ان شاء الله جديد. مرحبا بكم كلكم فين ما كنتو. بالنسبه للناس اللي متبعينا من هنايا من سطات دار بيضاء طنجة فاس، الدراري كيخليو لنا كومونتيرات ديال برا. خونا سمير والسي احمد من هولندا الله يشافيه. انتما كما تشوفوا الاخوان الطبيعة ها هي، اللهم بارك، الله يكمل علينا. هذا العام زوين ان شاء الله، غادي يدخل عندنا ان شاء الله شعبان ومن بعد رمضان. نتمنوا رمضان كريم للجميع، الله يوصلوا علينا وحنا نكونوا صحاح ان شاء الله، نديروا الصيام والقيام يكون مزيان، وكورونا تكون ان شاء الله حيدات، يدوز عندنا رمضان زوين ان شاء الله، وبنصوموه بتخشع وبإيمان كبير ان شاء الله. وبالنسبه للاخوان اللي كنت كندير لهم ديديكاس، مهم بزاف، تاع الدراري تاع ايطاليا، الاخوان كبش، المهم عبد الهادي، المهم بزاف الناس تاع اسبانيا تا هما، الناس تاع فرنسا، والناس تاع بريطانيا حتى هما، كل شيء ان شاء الله. بالنسبه للمغرب، الناس تاع المغرب كما قلت، ذكرت غير شي مدن قليله، انا كندي التحيه لكل شيء من الجنوب، من اقصى نقطه في الجنوب حتى اقصى نقطه في الشمال. تحيه لكم واحد واحد اخوتي العزيز، تحياتي لكم كبيره من عند صاحب قناه اسواق الماشيه بالمغرب عبد الغني الشريفي، اللي كيحيي الجميع ونبغيو الخير لكل شيء ان شاء الله. وبالنسبه اللي خاصو اي معلومه ولا شي حاجه على هذا الشيء ديال اليوتيوب، مرحبا، هذاك الشيء اللي عرفنا نتعاونوا معاه. ومهم تحياتي لكم، هاكم مبروك الاخوان. غادي نحاول ان شاء الله نخلي الفيديو هنا، الله يسخر الجميع يا اخوان. تحياتي لكم كبيره، نهاركم مبروك، دائما الدعم ديالكم، دائما معكم اسواق المغرب، اسواق ماشي المغرب دائما الجديد. تحياتي لكم كبيره يا اخوان، اللهم بارك، الله يسخر لكم، الله يسهل على كل واحد. وبالنسبه للمريض الله يشافيه، واللي عنده شي حاجه كيتمناها زوينه الله يوصلوا ليها بالخير ان شاء الله. واش غادي نقول لكم، المهم نبغيو الخير للجميع، نبغيو كل شيء يكون بخير، نبغيو كل شيء يكون مزيان. تحياتي، نهاركم مبروك، خلينا لكم الراحة والصحة والراحة والعافية وطول العمر وكل شيء. تحياتي، خليو لينا جيم، خليو لنا كومونتير، راكم عزاز ورا بيكم باش مستمرين، وانتوما هما اللي باش وصلتونا لهاد المرتبة اللي حنا فيها. نبغيوكم تكملوا معانا ان شاء الله، وحنا نكملوا معاكم ديما، نعطيكم الجديد وكنحاول نعطيكم اثمنه، كاين اللي كيكذب علينا، كاين اللي كيعطينا الصراحه، المهم كاين اللي كيخلينا نصوروا، كاين اللي ما كيخليناش. كاين صعوبات اخوان في هذاك الشيء صراحه، دومين صعيب، صعيب بزاف، والديبلاسمون حتى هو، حنا ما عندناش مشكل في هذا الشيء، المهم هو انتم تفرجوا ويعجبكم المحتوى وتكونوا راضين. وكل نبغيو كل شيء يكون بخير، كما قلنا للمريض الله يشافيه، واللي عند كيتمنى شي حاجه الله يوصلوا ليها بخير، واللي تيقرا الله ينجحو، واللي خدام الله ييسر ليه في خدمته، واللي عنده شي حاجه الله يسهل عليه، الله يسهل عليه.
تبارك الله عليكم، تحياتي لكم كبيرة إخوان، نهاركم مبروك.